بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله البيتزا ساندوتش. عندنا قطعة من عجينة البيتزا، هتلاقوا طريقة عجينة البيتزا موجودة. هنرش عليها شوية دقيق من تحتها ومن فوقيها، وهنفردها بالنشابة بشكل دائري. وخلاص كده فردنا العجينة بالشكل ده وبالسمك ده. وبعد كده هنحط العجينة في صاج دهنينه زيت، وهنفرد على العجينة معلقة كبيرة من صلصة الطماطم المشوية أو أي صوص طماطم، ونخلي بالنا ان الصوص ما يجيش على الحروف. وبعد كده هنحط جبنة موتزاريلا بس في نص العجينة بس. وبعد كده هنحط فوق الجبنة سلامي او لانشون او اي نوع لحوم احنا عايزينه بالشكل ده كده. وبعد كده هنبل ايدينا بالمية وهنمسح اطراف العجينة بالمية كويس، وهنقفل العجينة وهنضغط عليها كويس. وقفلنا العجينة كويس، وهنحط على الوش معلقة من صوص الطماطم، وهنحط رشة من الجبنة الموتزاريلا، وهنرص عليها انصاص من قطع السلامي ورشة صغيرة من الجبنة الموتزاريلا، وهنسخن الفرن على درجة حرارة 200 وهندخلها على الرف الأوسط. وخلاص كده ساندوتش البيتزا خرج معانا من الفرن وهياخد معانا حوالي تلت ساعة. جربوه وإن شاء الله يعجبكم.